اهلا اهلا يا لبيب. اهلا يا محمد، هيا بنا. الو الو، مرحبا، من معنا؟ هذا وقت الأصدقاء. أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج الأصدقاء. اليوم هي الحلقة ما قبل الأخيرة من الحلقات الخاصة بشهر رمضان المبارك. طبعاً اليوم فقرات مميزة ستكون معنا خلال هذه الحلقة، وطبعاً سنكون معكم خلال أيام العيد إن شاء الله، يومياً من أول أيام العيد حتى اليوم الرابع. محمد كيف الحال؟ أهلاً وسهلاً، أخبارك يا لبيب؟ طبعا يا لبيب، مثل ما قلت حضرنا حالنا انا ولبيب، نزلنا السوق، نزلنا سوق واقف واشترينا اللي نحتاجه للعيد. فصلت طبعا الثوب وحلقت شعري، ولبيب اشترى العديد من القماش الكثير طبعا، ولكن صراحه انا ما اعرف ليش شراهم، يعني شراه صراحه اصدقائنا شراه الكثير والكثير. طبعا يومين يا لبيب يفصلونا عن عيد الفطر السعيد، وطبعا يا لبيب وبنروح للايام العاديه على امل انكم استفدتم من هالشهر الفضيل وشحنتوا نفسكم بالطاقه الايجابيه. اكيد اكيد يا محمد. طبعا يا محمد، انت تقول لي لماذا شريت كل هذه الاقمشه يا يا لبيب ولماذا؟ يا محمد انا احتاج هذه الاقمشه لكي استفيد منها، وقد استفدت كثيرا انا ايضا من شهر رمضان المبارك يا محمد، بالاضافه الى الاعمال الخيره التي قمنا بها خلال هذا الشهر وقراءه القران والصوم والصلاه. ايضا يا محمد استطعت أن أرتدي هذه الجاكيت. الله، جميل جدا، بس الحين للحين ما جاوبتني. لكن أنت يا محمد لم تسألني السؤال الجوهري. السؤال الجوهري، يعني أنت تعلم بأنني لم أكن أستطيع أن أرتدي هذه الأسرة. ضعفاء. صحيح صحيح يا محمد، يعني ولأنني كنت أكل الأكل الصحي خلال هذا الشهر الكريم. طبعا علينا أن نأكل الأكل الصحي دائما، وقد استفدت من هذا الشهر وفرصة الصيام لكي أستفيد أيضا وأعود إلى الحياة الصحية وإلى الطعام الصحي، فتناولت كل الأطعمة الصحية وابتعدت عن أكل الشيبس والمشروبات الغازية والشوكولا وكل هذه الحلويات المسيئة التي تضر بالجسم. ولكن أصدقائي طبعا أنا أقول أنها تضر بالجسم إذا أكثرنا منها، ولكن أنتم أصدقائي لا تكثروا من هذا الطعام، الطعام المعلب وكل الطعام مثل الشيبس والمشروبات الغازية. المشروبات الغازية سيئة جدا 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 للجسم، وإذا استطعتم أن تتوقفوا عن شرب هذه المشروبات يكون أفضل بكثير لصحة جسمكم. وأيضا الشيبس والشوكولا لا تكثروا منها، كل القليل فقط، القليل، يعني ليس بالضرورة أن أكل كيس. وأنا صراحة كنت أكل كيس شيبس هكذا الحين، ولكنني لا أستطيع أن أكل. بس الحين صراحة ضعفان يا لبيب. طبعا لا ليس فقط بالنسبة للضعف، ولكنني يا محمد أنا الآن صح. أستطيع أن أرقد بطريقة أفضل، نفسي أفضل بكثير من قبل، وأيضا أحس بأنني أنام وأنا مرتاح أكثر، ليس فقط لأنني خسرت بعض الوزن، ولكن لأنني أتناول الطعام الصحي، وهذا ما سأقوم به بعد شهر رمضان المبارك، وسأتابع على هذا المنوال وأتناول فقط الطعام الصحي. جميل جدا يا لبيب، وإن شاء الله الله يعيد علينا شهر رمضان المبارك بأعوام مديدة يا لبيب بالصحة وعافية. أكيد. ويا محمد باي أصدقائي، أريد أن أخبر أصدقائي بشيء. يلا أصدقائي، نحن كما قال محمد بأننا بدأنا بالتحضيرات وتجهيزات للعيد، فذهبنا إلى السوق أنا ومحمد وبدأنا بشراء كل الأشياء التي نحتاجها من هناك، الأقمشة، الملابس، ومحمد أيضا قد حلق شعره وقد رتب كل شيء للعيد. وإذا أردتم أن تعرفوا ماذا فعلنا أيضا، استفدنا من هذا المشوار إلى السوق وصورنا الإعلان الترويجي للبرنامج. الله. إذن ما رأيكم أن تشاهدوا هذا الفيلم الترويجي أو الإعلان الترويجي للبرنامج خلال العيد، وتعرفون التوقيت المناسب لبرنامج الأصدقاء خلال عيد الفطر المبارك. إذن الآن ماذا نشاهد يا محمد؟ أكيد الإعلان الترويجي حق شهر أو عفوا العيد يا لبيب، العيد أكيد. يلا أصدقائي. محمد يا الله. هيا يا محمد، نريد ان نذهب الان الى السوق يا لبيب، غرام العيد. هيا هيا بنهرج بنا.
العيد. أكيد يا لبيب. وأنتم أصدقائي كونوا معنا يوميا خلال أيام عيد الفطر السعيد في برنامجكم برنامج الأصدقاء. كل عام وأنتم بألف خير. الأصدقاء من أول إلى رابع أيام العيد الساعة 4 عصرا مباشرة على قناة الريان. الله يا لبيب كنا كاشخين يا لبيب. جميل صراحة. جدا جميل جدا. وطبعا هذا اليوم كان يوم مميز جدا لأنني ذهبت أنا ومحمد إلى السوق وتسوقنا للعيد واشترينا كل حاجيات العيد. أكيد يا لبيب يا لبيب أكيد يا لبيب. بنذكر الأصدقاء أرسل لنا الفيديوهات المعايدة عبر رقم الواتساب 5001222 عشان إن شاء الله في العيد يا لبيب. شنو في العيد؟ طبعا هذه المعايدات سنستقبله على رقم الواتساب 5001222 وستدخل أسماء كل شخص أرسل لنا الفيديو بالقرعة وسيفوز إن شاء الله الاسم الرابح ب 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. إذن أعيد وأذكركم أصدقائي أرسلوا لنا ابتداء من الآن 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 ماذا تفعل؟ هيا أرسل لنا فيديو أو أرسل لنا فيديو معايدة تعيدون به أحبائكم وأصدقائكم وعائلتكم وكل من تحبون أن تعيدون على رقم الواتساب 5001222 وسنعرضه إن شاء الله خلال حلقات عيد الفطر السعيد. والفائز معنا بالقرعة يفوز 500 ريال قطرية نقدية. وطبعا يا لبيب نبدأ اليوم إن شاء الله بالحلقات والعيدية يا لبيب. أكيد. وأيضا يا لبيب اليوم سيرافقنا الشيخ محمد في الحلقات طبعا في الحلقة الخاصة بتجهيزات العيد وسيحدثنا عن آداب العيد وشون يا لبيب نستقبل العيد ونستفيد من هذا اليوم. صحيح. وستكون هذه الحلقة إن شاء الله هي الحلقة الأخيرة مع الشيخ محمد الدوسري وسيحدثنا اليوم كما قال محمد عن التجهيزات للعيد. فإذا كان لديكم أي سؤال عن التجهيزات الخاصة بالعيد اكتبوا هذا السؤال على ورقة الآن. أكيد. ثم عبر الاتصال بنا بعد الفقرة الثانية ستستطيعون أن تسألوا الشيخ ما تريدون. أكيد يا لبيب. مثلا الزكاة كم ندفع في الزكاة؟ صحيح. يوم العيد، صلاة العيد، صح. التكبيرات، ماذا علينا أن نقوم أن نفعل بالعيد؟ كل هذه الأشياء سيحدثنا عنها الشيخ محمد إن شاء الله. ولكن الآن علينا أن نستقبل اتصالات الأصدقاء على الرقم 5-4-1-8-1 ونبدأ لنقول أهلا 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 أهلا. اهلا وسهلا. ألو. محمد جرب انت. اهلا وسهلا يا مرحبا. يا مرحبا ايش حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام بخير. وانت بخير عبد الرحمن اخبارك؟ الحمد لله. ها شلون تجهيزات العيد؟ الحمد لله. الحمد لله خلصت؟ لا لسه اشتري ملابس واروح اقسم الحلاق. الله عليك يعني ما بقى لك كم شيء بسيط. ايوه شوف شوف لبيب حتى لبيب نعم. كاشخ تجهز حق العيد شرى كل شيء يا عبد الرحمن. انا طبعا اشتريت كل شيء ولكن لن تكون هذه ملابس العيد. ستشاهدون ملابس العيد طبعا هي ملابس جديده وستشاهدونها خلال ايام عيد الفطر السعيد. اهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن. وعليكم السلام. كيف الحال؟ طبعا اليوم الشيخ محمد سيكون معنا وسيحدثنا قليلا عن التجهيزات للعيد وأما أهم التجهيزات وأيضا عن أداب عيد الفطر السعيد. فهل لديك أي سؤال تريد أن تسأله للشيخ اليوم؟ نعم. ما هو السؤال؟ كم ركعات صلاة العيد؟ جميل جدا. كم ركعة صلاة العيد؟ هذا سؤال جيد جدا وسنسأله للشيخ محمد إن شاء الله عندما يصل إلى الأستوديو. ولكن الآن عليك أن تشارك بالمسابقة والسؤال مع محمد. يلا عبد الرحمن جاهز؟ جاهز. ما هي أول قبلة للمسلمين؟ أول قبلة. سهلة 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 سهلة. قبة الصخرة. لا القبلة. قبلة قبلة أي قبلة؟ قبلة للمسلمين. القبلة الآن أين هي القبلة للمسلمين الآن؟ قبلة المسلمين الآن وين؟ الكعبة المشرفة. حلو. طيب ما هي أول قبلة؟ أول قبلة اللي قبل مكة هي فلسطين. يا محمد ما هي سهلة. المسجد الأقصى. ماذا قلت؟ المسجد الأقصى. هل أنت متأكد من هذه المعلومة؟ نعم. أكيد. الإجابة يا محمد. الإجابة يا لبيب صحيحة. ألف ألف
مبروك لعبد الرحمن طبعا مبروك. جائزة مالية نقدية من قناة الريان الفضائية القيمة 500 ريال قطرية. أكيد يا لبيب. يا محمد طبعا اللي جاب مثل ما ذكر صديقنا عبد الرحمن المسجد الأقصى ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا اتخذ بيت المقدس أول قبلة له في الصلاة قبل الهجرة النبوية، وبعد هجرته إلى المدينة المنورة بقي النبي الكريم يصلي إلى بيت المقدس نحو 16 شهرا قبل أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. جميل جدا، جميل، شكرا على هذه المعلومة يا محمد. يا ولكن يا محمد أنا نسيت في بداية الحلقة أن أذكر المشاهدين بالسؤال التفاعلي. الآن انظر إلى الشاشة، فقد أرسلنا أو وضعنا على الإنستغرام سؤالا تفاعليا واستقبلنا إجابات الأصدقاء. السؤال كان بالأيام ما هي المدة التي تفصل بين عيدي الفطر والأضحى؟ هل هي 70 يوما أم 62 يوم؟ طبعا جاءنا الكثير من الردود وجاءنا الكثير من المشاركات، ولكن سنرى الإجابة الصحيحة في نهاية هذه الحلقة. أما الآن والحين يا لبيب اتصال. هلو، أهلا وسهلا، يا مرحبا، من معنا؟ أهلا وسهلا سارة. أهلا وسهلا، كيف الحال يا سارة؟ الحمد لله بخير؟ نعم. سارة هل أنت جاهزة للعيد؟ نعم. يعني بدأت بالإفطار من اليوم؟ لا لا. كيف تكونين جاهزة للعيد إذا لم تفطري؟ نعم. لا العيد في العيد نفطر في العيد نفطر. التجهيزات الآن هي الملابس والحلويات وكل شيء، ولكن لا يمكن يكون نفطر اليوم يا سارة لأن العيد لم ليس اليوم، العيد يوم الاثنين إن شاء الله. سارة ما هي أهم التجهيزات التي تقومين بها للعيد؟ الملابس. خلصي أنت جهزتي الملابس صح؟ نعم. شنو بعد باقي خذيته؟ الحلويات والفواكه حق العيد. نعم. الله يعني أنت جهزتي سارة، وأيضا لا تنسي أن تجهزي حقيبة خاصة للعيدية. الله صح، فلوس. وطبعا أول عيدية اليوم ستكون معك لك من هنا من برنامج الأصدقاء. إذن لكي تأخذي هذه العيدية يا سارة عليك أن تجيبي على هالسؤال معي. يلا سأضع الهاتف هنا. جاهزة يا سارة؟ نعم. السؤال عليه ثلاث احتمالات. ما هي المهنة التي اشتهر بها داود عليه السلام؟ هل هي النجارة؟ هل كان نجار؟ أم راعي غنم؟ أم حداد؟ حداد. من قال لك؟ ما حد قالها. البنت شاطرة. سمعت. شنو سمعت؟ سمعت حداد يقول لها الحداد. شون؟ شون قال؟ الحداد. من قال لك الحداد؟ ما قال حداد. سارة أختك. لا 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 زهرة شاطرة. أختك يا سارة؟ نعم. إذا سأقول لك ولأختك الإجابة صحيحة. ألف 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 مبروك يا أبو. الإجابة الصحيحة طبعا كانت مهنة داود عليه السلام حداد. طبعا ألف مبروك لسارة في البداية، 500 ريال قطرية نقدية مقدمة لقناة الريان ألف من قناة الريان الفضائية، وستكون هذه أول عيدية. تحب هالجمل عند البيئة. طبعا ويا محمد كان داود عليه السلام يعمل حدادا في صناعة الدروع، والدرع هو سترة منسوجة من حلقات حديدية متشابكة يلبسها المقاتل على جسده تحميه من السيوف والسهام. جميل جدا يا لبيب، دائما تفرن معلوماتك. أرجوك المعلومات يا لبيب. شنو الجملة اللي انت تحبها تقولها دائما؟ 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية، واليوم ستكون لكم أصدقائي أول عيدية. أكيد. وأما الآن يا لبيب تقرير الرسالة الأولى يا لبيب. أكيد. إذن يا محمد وصلتنا الكثير من الرسائل، وهي الرسائل هي عبارة عن فيديوهات للأصدقاء يتلون فيها آيات من سورة الفيل. إذن لنشاهد هذه الفيديوهات وبعدها نتابع معكم الحلقة في فقرة رسالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيده في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ويجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أهلا وسهلا أصدقائي. طبعا نشكر جميع الأصدقاء اللي يا لبيب أرسل لنا فيديوهات صراحة تلاوة جميلة من جميع الأصدقاء يا لبيب. صحيح طبعا أصدقائي شكرا لكم. وأنا أضع الآن الأسماء هنا في القرعة وأذكر الأصدقاء الآن ابتداء من الآن يمكنكم أن ترسلوا لنا فيديوهات معايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد على رقم الواتساب 5001222 لتدخل أسماءكم هنا في القرعة أيضا خلال أيام عيد الفطر السعيد وتفوزون معنا بعيدية وهي عبارة عن 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. والآن يا محمد والحين أصدقائي لا تروحون بعيد احنا راجعين. أهلا وسهلا أصدقائنا ورجعنا من جديد في برنامجكم برنامج الأصدقاء. مثل ما شايفين انضم إلينا الموجه التربوي الشيخ محمد دوسري. أهلا وسهلا شيخ. الله يحييك يا مرحبا. بارك شيخ. الله يعافيك. سلام أخوي محمد. الله يسلمك. شو اللي صار؟ بس جهزنا حق العيد. ماذا؟ سقواقة. هل كنت هناك؟ نعم. شافنا الشيخ. أول شيء يا لبيب أزعجت محمد. صح؟ يعني محمد تضايق. صح. حتى ما خلتي حلق على راحته. لا لا لا. هل قلت له هذا يا محمد؟ أنا ما لي شغل. هل قال لك يا شيخ هذا الكلام محمد؟ أنت شنو سويت؟ الموضوع انتشر يا لبيب. الله عليك. يعني أول شيء لبسك كان واضح. ثاني شيء حركاتك. واحد يركض في السوق. يا شيخ محمد كان الوقت يعني كان الوقت يداهمنا وعلينا الذهاب بسرعة لكي نستطيع أن نشتري كل حاجيات الحاجة. إذا ما خلص اليوم بكرة. صح شيخنا لو تشوف شنو سوى لبيب يا شفت الله. شفت يمسك يدك ويركض محمد. أنا اليوم الشيخ موجود بعلم عليك كل اللي تسوي. ولكن يا محمد أنا سأعتبر هذا تنمرا وسخرية. لا, لا 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 أنا ما أتنمر بس شنو هاي أرأيت؟ هل أنا كنت بهذا الفعل؟ يا محمد أنا هكذا أتصرف هكذا أنا أفعل. أنا لست إنسانا عاديا مثلك يا محمد. بعدين أنا فمي كبير ولا أستطيع أن أكون مرحبا. بريء يا حرام بريء اليوم يعني طيب ها قدام الشيخ. ولكن القصد يا شيخ محمد ما رأيك بالإعلان الترويجي؟ الإعلان جدا جميل. تدري ليش يا لبيب؟ لماذا؟ لأنك فيها. الله يستاهل. أرجوك يا شيخ محمد أرأيت يا محمد. ولهذا نحن نقوم بهذا الفعل وهذا الفعل المسرحي لكي نقوم بالنهاية لنقدم مادة جميلة للأصدقاء مثل هذا البرنامج الترويجي. والمهم يا شيخ محمد أننا قمنا بتجهيزات العيد
كافة الحمد لله. من الملابس إلى الحلويات إلى التجهيز العيدية أيضا، وكذلك كذلك هناك الكثير، أعتقد أن هناك الكثير من التجهيزات لن ننجزها حتى الآن. شيخ محمد، هنا سأسألك أنا مباشرة السؤال، ما هي التجهيزات الأساسية للعيد؟ أول شيء أخوي لبيب، أنا جدا سعيد يعني شوف الإنسان يستقبل العيد، يبدأ يعني يعطي العيد أهمية سواء في لبسه في مشترياته، هذا جدا جميل. ليش؟ لأنها من شعائر الإسلام. الإسلام كم عيد فيه؟ اثنين. ناس لبيب قال قبل زي طيب يا والله أنك مستر اسم العيدين يا لبيب، عيد عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب شوف يا لبيب، عيد الفطر وعيد الأضحى لازم الإنسان يستعد لهذا العيد بأحسن شيء. فأنت عجبتني، صح أنك أزعجت محمد لكن إزعاج جميل، لأن هذه كانت فرحة العيد، ليس إزعاجا ولكنه فرحة العيد. كنت فرحة العيد أيضا من الأشياء الاستعداد العيد، أن الإنسان لا يفوت صلاة الفجر. نعم. وبعدها صلاة العيد. العيد صحيح. البعض يسهر 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 يجي ساعة 2-3 ينام، تروح عليه صلاة فجر. العيد تروح عليه صلاة العيد، ممكن حتى يروح عليها بداية يوم العيد مع أهله مع أقارب. صح. طيب الشيخ محمد، إذن الأعمال الأساسية ليوم العيد أو السنن في يوم العيد، علينا الصلاة. قبل الذهاب للصلاة، هناك شيء علينا فعله أم لا؟ نعم. ما هو؟ أول شيء من السنن أنك تأكل شيء، يعني قبل تروح لصلاة العيد تأكل لك حاجة. من المهم أن نعم، عندك يعني تمرة، 3 تمرات، أي شيء يعني شيء بسيط، تشرب ماء، وذلك احتفالا بيوم العيد. يعني كأنك لأن يحرم صوم يوم العيد، فأنت تبين إيش أنك مفطر في هذا اليوم. صح. نعم. فلما تأكل تمرة تذهب إيش لصلاة العيد وإيش وتكبر. ماذا نقول يا لبيب؟ صفة التكبير. أنا أذكرها. هل يلا أستطيع أن هذا اختبار لك يا لبيب. يلا نقول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا الله عليك. صح. والله سهلي. كنا نقوله عندما كنا صغار ونذهب إلى المسجد، ولكن يا شيخ محمد كانوا يقولون لنا بأنه علينا أن نبدأ بهذه التكبيرات بعد بعد الإفطار، إفطار اليوم الأخير من الشهر. أحسنت. لذلك لازم أصدقائنا يعرفون خلاص من آخر يوم نفطر في رمضان، خلاص يبدأ صحيح. من غروب الشمس آخر يوم في رمضان يبدأ يوم العيد، ليلة العيد يبدأ الإنسان يكثر من التكبير. التكبير اللي قال أخونا لبيب، لو لاحظتم الأولى 3 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بعدين قال مرتين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لازم نحفظ هذا التكبير ونكثر منه ليلة العيد ويوم العيد حتى نهاية يوم العيد ولا صلاة العيد حتى صلاة العيد. محمد جاوب قبل. نعم محمد. واحد يا لبيب. واحد. طيب شيخنا، دائما احنا في العيد يا شيخنا نلبس ارقى الملابس ونلبس الملابس الجديدة، شنو الفرق؟ ليش احنا نلبس بس في الايام نلبس الملابس الجديدة؟ هو يشوف الانسان لابد يظهر فرحته في يوم العيد. حلو. اظهار الفرحة باللبس الجديد. الثاني شيء بالزيارات، صلة الأرحام. صح. يعني أنا يعجبني صراحة من أصدقائنا اللي يبدأ يومها بتقبيل رأس الوالدين. صح. يعني أبوك وأمك اللي شروا لك كل شيء صلة الرحم أيضا. يا سلام صلة الرحم. صح. تبدأ أول شيء بالوالدين، قبل رأس أمك وأبوك، الجد والجدة. يا سلام الجد والجدة، العم والعمة، الخال والخالة. طيب ممكن يا لبيب البعض يكون أقاربك موجودين وبعضهم يكونون في الخارج، اتصال بالاتصال. صح. على طول مثلا تطلب من امك انك تتصل على خالاتك او تطلب من ابوك انك تتصل ايش على اعمامك، لابد ايش يكون في مبادره. فنعطيك يا لبيب، لازم نعرف يا لبيب ان صله الرحم مثل الصلاه، يعني نعم. لها اجر، يعني وانت تتصل على خالك او وانت تزور عمك كانك تصلي، يعني الاجر شغال طبعا. واذا كنا في نفس البلد، يعني اذا كنت انا مثلا الان انا في قطر واهلي في لبنان، لذلك اقوم بمعايده العائله. صح. كل العائله عبر الهاتف. ولكن لو كانت عائلتي هنا من الافضل ان اقوم بزيارتهم. صح. احسنت. بالضبط يا لبيب، اذا تقدر تواجههم وتسلم عليهم الافضل. لكن لو مثل ما تفضلت يكون انسان مثلا بعيد عن اهله انهم في بلاده وهو في بلاد اخرى، ايش يبادر بالاتصال عليهم في يوم العيد. مهمة جدا هذه. نعم. يعني إذا الأكل قبل الأكل صباحا. نعم. قبل الذهاب إلى صلاة العيد، ثم التكبيرات أثناء ذهابنا إلى صلاة العيد. صلاة العيد. نعم. وأيضا
الزيارات صلة القربة. نعم. ولولا صلاة العيد مثلا كيفية صلاة العيد؟ مثل صحيح شيخنا صديقنا سأل عن عدد الركعات. من سألكم؟ صديقنا عبد الرحمن. ما شاء الله. طيب نقول عبد الرحمن، يا عبد الرحمن صلاة العيد عبارة عن ركعتين، بعد ركعتين تكون إيش؟ الخطبة. طيب الركعتين هذه تتميز عن ركعتين اللي نصليها في العادة في اللي هي تحية السنن. الركعتين هذه يكون فيها تكبيرات زيادة، يعني الركعة الأولى بيكون فيها 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية بيكون فيها 6 تكبيرات مع تكبيرة الانتقال، أو نقول 5 تكبيرات، يعني أول ما توقف تكبر إيش؟ 5 تكبيرات. إذن الأولى 7 والثانية 5 تكبيرات. واضح يا عبد الرحمن؟ طيب لو الإنسان نسى تكبيرة أو جاء متأخر والإمام يكبر، ما يحتاج أنك تقضي إيش؟ تكبيرات، تدخل معه تكبر وتتابع مع الإمام. إذا كم ركعة يا لبيب؟ 2 ركعتين. أيوة. جميل جدا. نعم. طيب الآن سننتقل إلى اتصال، وبعد ذلك سنتابع لدي سؤالين، ولكن ليس الآن، بعد الاتصال. يلا. سنقول ألو. أهلا سهلا، يا مرحبا. ألو حمد. نعم. كيف الحال يا حمد؟ الحمد لله بخير. هل بدأت بالتجهيزات أو أنهيت التجهيزات للعيد؟ نعم بدأت. جميل جدا. طيب الشيخ اليوم معنا هنا الشيخ محمد، وهو يتحدث معنا عن أهمية هذا اليوم بالنسبة لنا. هل لديك أي سؤال للشيخ محمد؟ لا ليس لديك أي سؤال. طيب طيب الشيخ خلي يسألك سؤال. الشيخ محمد هل لديك أي سؤال؟ نعم عندي سؤال. هاي السؤال اللي أجبنا على سؤال عبد الرحمن. كم عدد ركعات صلاة العيد؟ ركعتين. أعطنا فرصة نعطيك احتمالات يا صديقنا. ما شاء الله عليك. ركعتين ركعتين. ولكن هذا السؤال ليس هو السؤال الجائز. سؤال جائز الآن يا لبيب. سؤال الجائز الآن مع محمد. يلا يلا يا صديقنا جاهز حمد؟ نعم جاهز. يلا السؤال يقول ما هو أقدم مساجد الدوحة؟ الإقباب، الشيوخ، الإمام عبد الوهاب؟ القباب. هل نقول القبيب؟ القبيب 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 القبيب. ايوه القبيب. ايوه او القبيب. او ايوه او الشيوخ او الامام عبد الوهاب. القبيب. متاكد؟ متاكد. نعم ترى الشيخ موجود وشفتك. انا لا انا لم افعل اي شيء، انا فقط كنت اتساءل عن اللفظ لانني اريد ان الفظ بطريقه صحيحه. كيف لفظتها كيف لفظتها يا 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 حمد؟ القباب. القباب القباب. هل هذا اللفظ مظبوط؟ القباب القباب. نعم. يمشي صحيح. يمشي يمشي. صحيح هذا اللفظ، انا اتساءل فقط عن اللفظ. اها والاجابه يا صديقنا اجابه صحيحه. هاي صحيحه. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. طبعا يا لبيب صديقنا فاز ب 500 ريال، ومثل ما ذكر مسجد القبيب يعد اقدم مسجد الدوحه. يعود تاريخه لعهد المؤسس رحمه الله، وخضع المسجد لاعاده بناء وتوسعه وتطوير شملت المنطقه المحيطه به. ليبدو مناره اثريه وتاريخيه وايمانيه بمدينه الدوحه، قلبها النابض بالحضاره والتاريخ والتراث، حيث يقع إلى جوار سوق واقف والكورنيش. جميل جدا. إذن الآن سنتابع حلقتنا ما قبل الأخيرة من برنامج الأصدقاء، ولكن الآن علينا أن ننتقل إلى الرسائل التالية التي وصلتنا من الأصدقاء، وهي عبارة عن فيديوهات للأصدقاء يتلون فيها آيات من سورة الفيل. إذن فقرة أكيد أصدقائنا فقرة رسالة رسالة. هيا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهره تجاهري بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. طبعا شكرا لكل الأصدقاء الذين أرسلوا لنا هذه الفيديوهات الجميلة. شيخ محمد ما رأيك بتلاوة الأصدقاء؟ ما شاء الله والله أنا استأنس صراحة من تفاعلهم وقراءتهم الطيبة ما شاء الله عليهم. شكرا لكم يا أصدقائي ما شاء الله. جميل جدا. طيب الآن علينا أن نتابع الحديث معك شيخ محمد خاصة الحديث عن العيد والتجهيزات للعيد. هناك يعني شيء أساسي كنت قبل قليل بأن صلاة العيد علينا أن نقوم بها بالعيد وهي صلاة جماعة. صحيح. طيب هذه الصلاة يقولون بأنها عليها أن تكون خارج المسجد، هل هذا صحيح؟ هي طبعا النبي كيف صلىها؟ النبي صلىها في مكان مفتوح. لذلك نحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لنصليها في مكان مفتوح. مرات يكون الجو مثلا هواء غبار كذا فالناس يؤدونها في المسجد، الأمر يعني واسع إن شاء الله. نعم. طيب السؤال الأخير عن الصلاة. طيب يا لبيب ترى أنا وين جهزنا أغراض العيد؟ صح جهز. الشيخ ما سألنا يمكن ما جهز. لا الشيخ أنا أعتقد بأنه جاهز. جاهز شيخنا؟ أنا من بداية رمضان قبل الزحمة. الله يجهز والله أفضل عشان ما أسوي نفسك يا لبيب وأركض في السوق. لأن كان الوقت ضيق جدا لذلك كنا نركض من هنا إلى هنا من هنا إلى هناك. شيخ محمد السؤال عن الصلاة. طيب إذا لم يستطع أحد الأصدقاء الذهاب إلى المسجد أو أداء هذه الصلاة فماذا عليه أن يفعل؟ هل يقضيها في يوم آخر أو يعيد صلاتها في يوم آخر أم ماذا؟ طبعا صلاة العيد حكمها فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني البعض يكفي عن الباقي. فالحمد لله ما دام الناس أدوا صلاة العيد فإن شاء الله لا يلحق الإثم باللي راحت عليهم صلاة العيد. طيب صديقنا يبي يقضي صلاة العيد كيفه؟ نعم. لكنها غير واجبة، لا تجب عليه، لا يجب عليه قضاء مثل صلاة الظهر والعصر إذا فاتته. لكن إذا بيقضيها يقضيها ركعتين عادي بدون تكبير عادي. جميل جدا. ركعتين خلاص. جميل جدا. طيب الآن السؤال الأساسي وهو كلنا نتحضر للعيد وجهزنا ونحن نتحدث عن التجهيزات للعيد عن الملابس عن الحلويات عن كل شيء، ولكن هناك شيء أساسي في العيد يسمى بزكاة العيد. صح. زكاة الفطر. الفطر. زكاة نعم. الفطر. صح. وهي اللي تكون في طيب أحسن زكاة الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. نعم. على الصغير والكبير الذكر والأنثى. نعم. إذن كل أصدقائنا تجب عليكم زكاة الفطر، لكن من يخرجها؟ يخرجها طبعا ولي الأمر اللي هو الأب والأم. طيب كم شيخ أنها تكون بالفلوس؟ الحديث أو صاعا من تمر أو صاع هي كذا صاعا من تمر أو صاع. أيوة. ما هو الصاع؟ الصاع اللي يأخذون فيه اللي هو أداة الكيب. نعم. الكيب. اليوم لأننا نتعامل بالوزن قالوا تقريبا على الشخص الصاع يساوي 2.5 كيلو. أوكي. فمثلا لو قلنا أفراد العائلة أربعة أب وأم ابن وبنت أربعة. اثنين 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 يعني ثمانية كيلو.
2.5 يعني تمام. لبيب رياضيات 10 10. يا سلام يا عليك يا لبيب. 10 كيلو عليهم 10 كيلو ممكن ياخذون كيس رز 10 كيلو او كيس مثلا البر اللي هو القمح يعطونه ايش للفقراء. نعم. اذا انت هل يستطيعون يدفعونها مالا؟ ممكن ان تعطيها مالا لشخص يشتري مثلا رز وكذا ويعطيها. نعم. الفقراء. لكن لابد ان نعطي الفقير ايش؟ لان في الحديث طعمه للمساكين. في ناس يا لبيب ما عندهم شيء ياكلونه. ما يصير يجي يوم العيد ما عندهم اكل ياكلونه. لازم ايش؟ نعطيهم هذا الاكل. جميل جدا. وهذا هو وهذه هي الحكمة من هذه الزكاة، زكاة. نعم. العيد، لكي نساعد بعضنا بعض ولكي نفرح العائلات الذين لا يستطيعون. نعم. أن يشترون أي أشياء العيد. وأنا أطلب من أصدقائي يشاركون أهلهم في يشاركونهم في الحساب. هو يعد أفراد العائلة يضربها في 2.5 يطلع كم كيلو عليه. 2 ممكن هو يساعدهم لما يجي الوزن هو يوزن معهم. صح. ويعطيها. ومن الجميل أيضا يا شيخ محمد بأن كل الأصدقاء طبعا يحصلون على مصروفهم اليومي من 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 أبيهم أو من أمهم. صح. ويستطيعون أن يدخرون من هذا المصروف اليومي لكي يشترون هذه زكاة الفطر. صح. صحيح. وتكون هذه مبادرة جميلة من الأصدقاء. يا أيضا. يا سلام. جميل. أكيد. جميل. فكرة جميلة. جميل جدا. إذا سنتابع هذه سنتابع الآن البرنامج ولكن مع اتصال للمرة لمن سنعطي العيدية الآن. ألو. أهلا وسهلا. يا مرحبا. ألو. مرحبا. ألو. ألو. أهلا وسهلا. من معانا؟ عدي. عدي يا أهلا وسهلا. عدي. إيه. جهزت ملابس العيد؟ نعم. جاهز يعني؟ نعم. حلو. يا عدي عندك سؤال حق الشيخ؟ نعم. شنو السؤال؟ تفضل يا عدي. منا كلا ولا ما في سؤال؟ خلي الشيخ يسألك بس. هاي السؤال إذا جاوبته وجبت إجابة صحيحة بيدخلك على السؤال اللي تأخذ فيها العيدية. إيش رأيك؟ اتفقنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا شيخنا. طيب يلا يا أخوي صديق عدي. عدي صديق عدي قلنا زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. الصاع كم كيلو تقريبا؟ كم يسوي كيلو؟ كيلو ونص. كيلو ونص. شوف لبيب شي يسوي. اثنين ونص. 2 كيلو ونص. ما شاء الله. ما شاء الله. جميل يا عدي. كان في مساعدة خارجية يا لبيب. لا أنا صراحة أنا ما أحب المساعدات خارجية يعني. ولكن طبعا عدي طبعا هذه المعلومة سترسخ الآن في ذهن عدي وسأعرفها من الآن فصاعدا. عدي. نعم. الآن السؤال الذي خيولك الحصول على العيدية وهي 500 ريال نقدية، هل أنت جاهز؟ جاهز. إذن السؤال سهل جدا. ما هي أول كلمة أنزلت في القرآن الكريم؟ سهلة سهلة. اقرأ. ماذا؟ اقرأ. ما رأيك يا شيخ؟ جميل جدا. الإجابة صحيحة يا عدي. الإجابة صحيحة يا عدي. ألف مبروك. 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية وستكون هذه أول عيدية. أما الآن أصدقائنا لا تروحون بعيد، إحنا راجعين. رجعنا لكم أصدقائي طبعا مرة ثانية. وطبعا يا لبيب الآن رسالات تقرير يا لبيب قرآن يا لبيب والآية إن شاء الله الأخيرة آية الكرسي. أصدقائنا إذا خلونا نفتح الرسالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للصديق فالح. طبعا الصديق فالح سيدخل اسمه معنا الآن في القرعة لأننا لن نستقبل الفيديوهات على هذه الآية. لن يكون معنا مشاركات من الأصدقاء لأن الحلقات انتهت, حلقات شهر أكيد. رمضان المبارك. ولكن سنضع اسم فالح معنا هنا. شيخ محمد, آية الكرسي. جميل يا لبيب, آية الكرسي من الآيات العظيمة. عندنا صحابي اسمه أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب كان جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام, في النبي يسأله يقول أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أدبا, يتأدب مع النبي, قال الله ورسوله أعلم. ما جاوب, قال الله ورسوله أعلم. النبي كرر السؤال, قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر, يعني متعجب شلون عرف أعظم آية في كتاب الله. تخيل يا لبيب إن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. هذه آية الكرسي. جميل. لذلك لازم على أصدقائنا إيش يحفظون هذه الآية, لأنها من أذكار الصباح, من أذكار المساء, صح. من أذكار النوم, ومن أذكار بعد الصلوات. كان معك تكون معك على طول. لازم أصدقائنا تحفظون آية الكرسي. ممكن بالنت تبحثها, ممكن بالمصحف, ممكن تسأل والدك يفتح لك مصحف يوريك آية الكرسي, لأنها وين موجودة في سورة البقرة. جميل جدا, شكرا لك يا شيخ محمد على هذه المعلومة. ولكن الآن سننتقل مباشرة لنتعرف على الإجابة. هل أنتم جاهزين؟ أكيد جاهزين. يلا جاهزين. إذن السؤال كان بالأيام, ما هي المدة التي تفصل بين عيدي الفطر والأضحى؟ هل هي 70 يوم أم 62 يوم؟ 47% أجابوا بأنها 70% أو 70 يوما, و 53% أجابوا بأنها 62 يوم. باعتقادكم ما هي الإجابة الصحيحة؟ قبل الإجابة الصحيحة يا لبيب, نعم أنا أبصم بالعشرة, نعم أنني حط السؤال أنت. أرجوك يا شيخ محمد, يعني لا تخجل تواضعك. أي سؤال فيه فخ الله يكون لبيب ورا السالفة. أكيد. ليش يا لبيب كذا؟ لأنني أحب للأصدقاء أن يشاركوا ويشغلوا ذهنهم ويشغلوا فكرهم. لذلك أنا أحب الأسئلة أو الألغاز. طبعا عيد الأضحى يكون في 10 من ذي الحجة. نعم. لما ينتهي رمضان شهر 9 يبدأ 10 11, بعدين 10 12, يعني عندنا كم؟ 30 يوم و10 أيام. كم المجموع؟ 40 70 40. لا 30 40 30 و10. 40 في أي سنة أنت؟ 30 و10 40 30. لا 30 30 10 30 30. إذن الإجابة الصحيحة هي 70 يوم. 70 يوم يفصل بين عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك. والإجابة قد تكون أيضا 69 يوم, يعني هي تتفاوت بين 69 و70 يوم, لأن الشهر الهجري تتفاوت بين 30 و29. فإذا كان شهر 29 يكون الإجابة 69 يوم. إذن 69 أو 70 يوم. الآن تفضلوا علينا, نقوم بسحب القرعة. إذن أصدقائي الآن سنسحب الآخر اسم معنا في حلقات برنامج الأصدقاء لشهر رمضان المبارك. بسم الله. مع الشيخ بسم محمد. الرحمن الرحيم. تفضل. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الفائز معنا ب 500 ريال قطرية. خالد. الصديق خالد. ألف 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 مبروك يا صديقنا خالد. ساهل. ألف مبروك لخالد. شيخ محمد. نعم. أشكرك من كل قلبي على هذه المعلومات وعلى هذه الحلقات الجميلة التي شاركتنا بها خلال هذه الأيام الفضيلة. أنا كذلك سعيد بأني كنت معكم في الحلقة. شكرا. مشاركاتكم ومشاركات أصدقائنا كانوا جدا عامل في نجاح البرنامج صراحة. جميل جدا. شكرا لك يا شيخ محمد. حياك الله. وحان الوقت لنقول للأصدقاء. أكيد وصلنا لنهاية الحلقة يا لبيب, ما قبل الأخيرة. نعم. طبعا يا لبيب نذكر الأصدقاء هذه الحلقة ما قبل الأخيرة, وإن شاء الله تابعوا غدا ستكون معنا الحلقة الأخيرة. أكيد الحلقة الأخيرة غدا وبعدها الحلقات العيد. أما الآن يا لبيب إلى اللقاء. سنقول إلى اللقاء كلنا شيخنا. مع السلامة. مع السلامة يا لبيب. مع السلامة يا محمد. ألو.
الو مرحبا من معنا انت بهذا كان هذا وقت الاصدقاء مع السلامه.